حلقتنا بالتابع وعم نوصل لنيتشر. هاي مارك. تمام. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير يعني كتير على الموضة فينا نقول أو تريندينج، يلي هو الاسنشال أولز أو الزيوت الأساسية المؤطرة. صلحوا لي، أنا مترجمتها هيك. لا ما تترجم، صلحتها. الزيوت المؤطرة يلي هي مصدرها النباتات، مش هيك؟ صح. يلي اليوم كتير في اتجاه لاستخدامها لأسباب طبية. مزبوط، طبية، أوقات عطرية، أوقات مثلاً أساس ألترناتيف مثل مثلاً كوزماتيكس أو حتى مساج وهيك يعني. لدرجة أنه تقول لك شغلة، أنه مثلاً بالأسئلة أنا بنسأل، في عندك الأوركيدي حدا صاروا الإسانشال أويلز، يعني بلبنان يعني كتير صار في لهم استعمالات، والعالم بيجوا بيعرفوا هن انه انا بدي اخذ هيدي كرمال هيك، يعني صار يعني في كتير عم بينعط عليها محاضرات. هلا طبيا في كتير ناس بعدهم ما بيعترفوا باثر الاسنشال اول او بفوائدهم، بس في كتير يعني كمان دراسات على الموضوع. طيب عندي كتير اسئله. يلا بلش. الاسنشال اولز هي شيء قديم؟ ايه يعني الحضارات القديمه كيف من وقت ما صرنا نتعلم كيف نقطر النباتات، يعني تقلك هي كيف بلشت. نحن عاده مثلا افترض انت عم بتشرب فنجان زهورات، فاول ما بتحط نباتات جوا بتحس في شيء تبخر وعم يطلع، هول هن بنسميهم الماتير فولاتيل يلي بيتبخروا. فبوقت الانسان اخترع التقطير، صارت انه الشيء اللي هو بيطير يعني بيطلع لفوق هنا، اذا بدك الموليكيول يلي منه نتقال فيهم يتبخروا، صاروا بدقوا بشيء مسقع وبينزلوا تاني ميل، بينما كل البقيه بضلوا بالماء. وهيدا اللي بخلي انه شو هول الاسنشال اول، يعني انت عمليا بفنجان شاي مثلا بينزل 1-2% اسنشال اويل مع كل شيء تاني بورق الشاي. لما تقطرهم بتصير تاخد بس الزيوت المؤطرة لوحدهم، وهيدا بخلي انه هن يكونوا كتير 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 اكتف. ما بعرف اذا فهمت كيف. وتقول لك ليه النبتة بتعمله، لانه حلو كمان المشاهدين يعرفوا. تعرف انه النباتات ما بيمشوا، سو اوقات هن معرضين لكتير من الفيروسز والبكتيريا وهيك. نحن مثلا اكتر شيء انه يعني اجت بكتيريا او فيروس او whatever، فينا نمشي، فينا نغير مطرح، فينا ناخد ادوية. هن ما بيقدروا يعملوا هيدا. سو قطرت من بعد النباتات اخترعوا الاسنشال اويلز تيقدروا بشلوشهم هن يقاوموا هالانواع البكتيريا وهيك. وعاده الليل هلا عم بتصير ترندي، لانه بيقولوا لك انه انت لما تاخذ دواء اوقات انتيبيوتيك، هلا في كثير حكمه ما راح يحبوا شو عم بحكي، بس عم نقول شو العالم عم بيحكي. انت بتاخذ دواء بيقولوا لك ما تاخذه هو ذاته، لانه جسمك او بيقدر يعمل بيتعود عليه. بينما بالاسنشال اويل في اكثر من 100 موليكول، سو بخلي انه البكتيريا ما تقدر تعمل مناعه على كذا شغله. ومشان هيك هلا كثير عم بيتاخد وعم بينوصف لكثير من اذا نقول الامراض وهيك. بس بيبقى انه هن اوقات غاليين، يعني اكيد حسب الاستعمالات. راح اعطيك هيك رقم، مثلا بدك تزرع 10,000 متر مربع يعني اكتار ورد جوري، كل هول لتعمل كيلو اسنشال اويل ورد جوري. سو اسنشال الورد الجوري كثير غالي، يعني كيلو اسنشال اويل ورد جوري بينباع ب 25,000 يورو، بينما مثلا كيلو اوكاليبتوس بينباع ب 20 يورو 30 يورو، لانه كل ما تكون النبته تعطي كثير كل ما بتكون ارخص الاسنشال اويل تبعها، يعني هي قصه راندومو. فهيدي اول فكره تنقولهم، يعني في منهم كثير غاليين، في منهم مثلا لافاند رخيصه، الحامض، الليمون رخاص. عندك بس في طيب كيف بينشغل عليهم تنحصل مثلا؟ خلينا ناخذ الحامض مثلا، يعني ليك ما بعرف، يعني كانه انا وياك متفقين، انا حضرت بس صوره الحامض كيف ينشغل عليهم. شوف الصوره. فعمليا انت لما بتجيب ليمونه، بس نشرح هذه الشغله قبل ما فرج الصوره، اذا عصرتها بينزل العصير، بينما بقشره الليمونه بس موجودين الاسنشال اول. يعني طلع هذه الصوره اللي بتشوف بالقشره، في هول البوش الصغار، هول اذا انت هلا فركت القشره بيطلع ريحه. بالاسنشال اويل هن نحن شو بنعمل بسبب الحراره، يعني بنحطهم بقلب. هلا انا هون فرجيت نوع، في كثير انواع، بنحطهم بمثل كركه على الحراره، بينكسروا هول السيلز اللي كنا عم نحكي هون عنهم قبل، وبصيروا كلهم يطلعوا بينزلوا ثاني ميل، وبصيروا بنفصلهم، يعني بتصير شيء بفوش على المي يلي هن الاسنشال اويلز، لانه هن دنسيتي تبعهم اقل. سو مثلا بالحامض وبالليمون هي بس موجود بالزيت، وكل شيء ثاني بتكبه، بينما مثلا باللافاند بالزهور. سو ديبيندز كمان. بتاخده مثل ما هو للاسنشال اويل ولا بينزاد شيء؟ ولا شيء. هلا الاسنشال اويل ما بينخلط ابدا، يعني بيكون هو بس البارتي اللي بتفوش على المي، هيدا اللي بناخذها، ما بينخلط بولا شيء. هن على عكس الزيوت النباتيه، يعني انت لما بتعمل زيت زيتون او زيت حيالا كولزا او زيت، يعني في كثير زيوت بتعصر، اللي بينزل هو اللي بتاخده. هيدا النوع الزيت اذا اجى على تيابك يلتاش، يعني بتعرف بيضبط.
بينما الزيوت المؤطرة هن مش عصر، بناخذهم بالتقطير، إذا اجوا على تيابنا وعيدنا بيتبخروا، سو هيدا كمان نعرف الفرق بيناتهم. فالزيت أنت فيك تشرب كثير منهم ما في ولا مشكل، بينما essential oil كثير فيهم يكونوا توكسيك إذا أخذتهم، بدك تاخذ نقطتين مثلا تدوبها لتقدر تتنقلها. يعني هذا الفكرة تبعه. أوكي، بس مثلا تنقول الاستعمال تبع الزيت المقطر من الليمون. يس. شوف لفشو فيها استعمال. هذا الكتير بدنا نبقى نفصله بحلقات تانية. يعني عندك كتير مهم أنه ما يبلشوا ناس ياخدوا essential oils قبل ما يصيروا يعرفوا أيهن يلي فيها ناخدهم بالتم وأيهن لا. مساقب أنه الحامض هو بنقدر ناخد دغري ديركت نقطتين تحت لسان ما في ولا مشكل لأنه سيف. هلا في كتير منهم ما بيسوى، يعني مثلا الزعتر ما بيسوى ابدا، الكانيل ما بيسوى ابدا، مشان هيك رح فرجي طرق استعمالهم للاسنشال. هلا رح نحط صوره لنشوف انه هول عدة طرق استعمال. مثلا في المساج مثل ما منتبه، في عندك مثلا نحن نشم مثلا، عم طلع على الصوره الفوقانيه، في منهم بيقدروا ينحطوا اوقات مثلا مع مي بس ما بنحبذ هيدا الشيء، يعني مع التيزان او هيك. هيدي كمان طرق ثانيه، هول اسمهم ديفيوزر. يعني انت بالبيت فيك تحط كذا نوع ديفيوزر، وهيدي لانه الاسنشال اويلز فيهم يشتغلوا من خلال الشم. يعني رح اعطي كم اكزامبل عن هالمواضيع تيعرفوا المشاهدين. هون هيدي الصوره اللي بالنص مثلا، هن نوع مسميهم جالي مثل بحث، بينحط فيهم الاسنشال اويل على الحماوه بتطلع الريحه. واخر شيء هيدي على اليمين هي مثلا مثل مام، يعني بتحطها مثلا على الجسم مثل كانه وحده بحديو، سو كمان بتقدر تفوت على الجسم. تاختصر لك الموضوع كيف بتصير خبريه الاسنشال اويل، رح ناخذ كم هيك كم مثل عنهم. يعني في منهم الاسنشال اويل كثير مشهورين، مثلا لنقول النعنع، نعنع البيبرمنت تقدر تاخده مثلا. بقول لك مين بياخذ كثير منهم، كل حدا بسوق بالليل مثلا، شوفريت تاكسي او ضباط جيش، بكفي انه اذا عم بناموا هنا عم بسوقوا بشموا بيوعوا بثانيه، لانه هن بس بتشتغل من خلال حاسه الشم. عندك طريقه ثانيه اللي انت بتاخذ مثلا ملعقه عسل بتحط عليها نقطتين اسنشال اويل نعنع، واذا عندك مثلا نفخه، اذا عندك مثلا وجع بالبطن فيك تاخذ منها. شيء ثاني مثلا الاوكاليبتوس رادياتا اللي هي نوع اوكاليبتوس، هيدي مثلا فيك انت ديركت تاخذ نقطتين تحت المنخور دغري، او لاولاد صغار نحط لهم تحت الاجر. هيدي بتتاخذ اجمالا مشان ما نرشح مثلا كل هالاساس. تي 3 كمان اسنشال اويل كثير مهمه، هيدي عم بياخذوها كثير محل الدنتيفريس. يعني هلا في هجمه على الدنتيفريس انه في مواد كيميك ما بيسوى، سو بحطوا نقطتين ديركتومو على البروس ادوم وبفرشوا اسنانهم فيها. في ناس بحطوا تي 3 على الشعر مثلا كرمال يعني ما يتساقط الشعر. بينما لنقول الحامض كنت عم بقول لك فينا ديركت ما ناخذها بالتم. بينعمل منهم عطور اكيد هن مثلا اللافاند كثير مستعمل. رح اقول لك استعمالاتها. اللي اخترع الاروما ثيرابي هو بالغلط اكتشفها بسبب اللافاند، اول شيء لانه هي ريحتها حلوه، بس ثانيا يعني هو اللافاند بتتاخذ اجمالا لشغلتين، او اذا شمينا اللافاند يعني مثلا اللي عنده قلق بالليل بحط نقطتين لافاند تحت المخده بيقدر ينام، يعني الريحه هي كالمانت وبتروق وبتنام. بينما اذا حطيناها على الجسم مع زيت وفركنا بتشيل الحروقات. سو كمان هيدي يعني تشوف قد ايه عندهم استعمالات مهمه. وكثير منهم مستعملين بالعطور، يعني رح اعطيك شو هن. مثلا في ماركات مهمه كثير من البارفام ما رح نسميهم، هن بمنطقه جراس بفرنسا بيطلبوا من المزارعين يزرعوا لهم كميات كثير كبيره من كذا بلانت رح اسمي لك اياهم كرمال نعمل عطور. يعني بهيدي البلاند المشهوره هن داخلين فيهم. بعطيك مثل مثلا عنهم، في نوع ايريس سوسن يعني بيزرعوه 3 سنين بالاول، بيرجعوا بيقطفوا، تصور قد ايه قد ايه بتاخذ وقت. يعني بيزرعوه 3 سنين بيرجعوا بياخذوا الشلش من تحت بخمروه 3 سنين ثانيين، من بعد ما يتخمر بقطروه بيدخل ببرفان كتير جوا هيدا الشلش يلي بيدخل بسبب هيدا. في عندك الياسمين والورد الجوري، هن اكثر اثنين مستعملين بس هن كتير غاليين، يعني كمان لانه بدك تزرع مسافات كتير كبيره لتستعملهم. دونك هولي كمان بالاسنشال اويلز يعني دافيون. هلا في بعض الخطورات بالاسنشال اويل، يعني انا اليوم عم نعمل مثل انترودكشن تنعمل كذا حلقه نبقى ناخذ 2-3 نفصل نحكي عنهم. تقول لك انه مثلا لازم ننتبه باستعمال الاسنشال اويل، كيف يعني؟ اذا نحن عم نستعملها مساج او على الجسم من برا ما في مشكل،
طالما عم نبلش نتناول هذا النبتة بصير في مشاكل، خاصة إذا ما سألنا. يعني في منهم في يكونوا تعمل أوفر دوز مثلاً، هالقد فيها تكون خطرة. هلا في بعض إن الإسنشال أويل مثل مثلاً بنسميهم الحامض، البامبلوموس، هؤلاء بنقول عنهم فوتو سنسيبيليزانت، يعني إذا أنت حطيتها على جسمك وتعرضت للضوء فيك تعمل حساسية. سو مشان هيك بنقول إنه اللي بده يستعمل الإسنشال أويل دائماً يجرب مثلاً إذا هو عنده حساسية عليها، يقرأ يتعلم عنهم أكثر. في منهم مثلا ممنوع نخلطهم مع الماء، فكله هذا لازم نتعلم عنه. والأسأل شيء إذا بدك، ليه في كتير دراسات أوقات بينتقدوا الإسنشال أويلز؟ لما بيقولوا لك أنه ولا مرة بتطلع مثل التاني، وهذا اللي بيخلي أوقات أنه الحكمة حتى أو كتير من الناس اللي هن ضد استعمالهم بيقولوا لك ما هيدا منه شيء مثل الدواء، دائما بيطلع مثل ما هو، منه ستاندرد. قلت لي عندك كثير اسئله، شو بعد عندك اسئله؟ خلص خلصوا كمل. بالنسبه لكل شيء بينعمل منه اسنشال اويل، كل شيء بالطبيعه، لا هن بس النباتات اللي بنسميهم عطريه يلي عندهم، لانه يلي عندهم ريحه، في يكون عندهم ريحه بس مش من خلال الاسنشال اويل. يعني تقول لك كيف بنعرف، يعني رح فرجي صورتين. الاسنشال اويلز هن بده يكون على النبته في هول، يعني اللي فوق عم نشوفها هي الزعتر والنعناع، سائبة هيدا النبتة عاملة مثل بوش، هي هيدا اللي عم شوفها فوق، فالزيت موجود جواتها. هن ليه بيستعملوه؟ ليعيطوا للنحل مثلا ليجي عليهم، أو بالكاتب على الليمونة بالبوش التحتانية. يعني إذا متذكر وقتها كنا عم نشوف بالليمونة هي بس هيدا. مارك ما منكون عم نتلف كميات كبيرة لنعمل زيت معطرة؟ هلا بلا، إذا أنت كنت مثلا عم تروح على الطبيعة تشيل بطريقة كتير ديستركتيف وتقطر، ايه، بس لما نكون نحن عم نزرع كرمال هذا السبب، سو نحن عم نزرع عم نشغل عيال اكيد، يعني ساعتها بتكون ديفرنت يعني، بس اكيد هو مش هيك غاليين يعني، اكيد عم بتزرع مسافات كثير كبيره. طيب خلينا نقول اشياء للاستعمالات اليوميه تبعنا ومفيده ومنا مكلفه، شو فينا نقول؟ مثلا الحامض هو من اهم اسنشال اويلز للاميونيتي بوستر، يعني اذا بدنا تعطيك مثلا هلا نحن بفس بعدنا بالشتاء كلنا عاطرين هم الجريبات المناعه، هو هيك سو بناخذ كل يوم الصبح نقطتين اسنشال اويل ليمون تحت لسان للمناعه. طعمتهم طيبه ولا يعني بتحس فيها؟ يعني 0.1 ماشي، يعني ثانيه صغيره وخلصت يعني. ثاني شغله فينا نستعملها اوكاليبتوس، فينا نحط تحت المنخور او عن الاجر من تحت ومنفرك كرمال مثلا كمان ما ننصاب اذا بدك بالجريبات وهيك. سو هيدي كمان شغله سريعه. الحبق فينا نستعمله بنحط هون على الراس منفرك كرمال الميجران. سو هول كلهم مهمين يعني. النعنع ماشي، النعنع معروف كمان استعمال اللي عنده نفخه اللي عنده وجع بطن بيقدر يستعمل النعنع. سو هن هول استعمالات كثير براتيك. عندك قلق مثلا باللافاند كشام او كديفيوزر، صار في منهم بنحطه بيو اس بي بالسيارة أو على الكمبيوتر مثلاً، بس أكيد ما ننتبه ما ناخد البنوم ونحن عم نسوق. يعني هن هيك استعمالاتهم جداً هينة، بس أهم شيء ما حدا يبلش يستعملهم إذا ما حضر workshops أو هيك، لأنه في خطورة باستعمالهم. كتير منهم ما فينا نستعملهم إلا إذا دوبناهم، يعني بيكون عندنا شيء بنسميه كارير أويل. يعني مثلاً عندك فطورة زيت زيتون أو عسل أو حتى زيت حي ولا شيء تاني، بنحط نقطتين عليهم قبل ما نتناولهم. سو مشان هيك يعني لازم نسأل عنه أكثر. نعم مارك، شكرا لك، واكيد رح بيكون في عنا محطات مع الاسنشال اويلز او زيوت على المقطره، لانه موضوع كثير كبير وكثير حلو كمان. ميرسي لك مارك. الموعد بعد الفاصل مع نادين ظاهر وحلقه جديده من اتيكيت، خليكم معنا.